قم بحل المعادلة التالية: 5 على x ناقص 1 تساوي 3 على x زائد 3، وأعطينا قيدين هنا حيث أن x لا يمكن أن تساوي سالب 3 أو 1، وهذا لأنه إذا كانت x قيمتها سالب 3 ستصبح مقسومة على 0، بالتالي تكون غير معرفة. إذا كانت x تساوي 1 فإن هذه العبارة ستصبح غير معرفة أيضا. إذا دعونا نرى ماذا يمكن أن نفعل هنا. دعوني أعيد كتابتها بما لدينا من مساحة. 5 على x ناقص 1 تساوي 3 على x زائد 3، وسوف نفترض أن هذه القيود ستطبق في هذا العرض. الآن لا أفضل وجود عبارات x في المقام، لذلك دعونا نرى إذا بإمكاننا أن نتخلص منهم في المقام. حسنا، أفضل مكان نبدأ به إذا كنا لا نريد x زائد 3 في المقام، فيمكننا أن نضرب طرفي هذه المعادلة bx زائد 3. يمكننا أن نضرب طرفي هذه المعادلة bx زائد 3. أي شيء نفعله للجانب واحد فعلينا أن نفعله للجانب الآخر. الآن بنفس الفكرة لا أفضل وجود x ناقص 1 هذا هنا. إذن دعوني أضرب طرفي المعادلة bx ناقص 1. دعونا نضرب طرفي المعادلة bx ناقص 1. الآن ماذا سيحدث عندما نفعل هذا؟ حسنا، الهدف من الضرب بx ناقص 1 هو حتى نحذف هذا مع هذا، والسبب وراء الضرب بx زائد 3 هو أن نحذف هذا مع هذا. إذن بالنهاية نحصل على 5 ضرب x زائد 3 يساوي 3 يساوي 3 ضرب x ناقص 1 3 ضرب x ناقص 1. وكل ما فعلنا هو أننا ضربنا طرفي المعادلة بكلا المقامين، أي ضربنا طرفي المعادلة bx زائد 3 ضرب x ناقص 1، ومن هنا أتى مفهوم الضرب التبادلي. عندما قمنا بذلك فيبدو أننا أخذنا 5 ضرب x زائد 3 يساوي 3 ضرب x ناقص 1، وهو شيء من الصحيح القيام به، لكنه أتى من فكرة ضرب كلا الطرفين بكلا المقامين بخطوة واحدة. لكن هذه الآن معادلة خطية مباشرة، يمكننا أن نوزع الأعداد ونحصل على x في حد واحد على جانب واحد ونقوم بإيجاد قيمتهم. دعونا نرى، لدينا 5 ضرب x زائد 3 وهذا يعادل 5x زائد 15 عندما نوزع الخمسة، وذلك يساوي 3x ناقص 3 عندما نوزع الثلاثة. الآن دعونا نضع جميع عبارات الإكس على جانب واحد. دعونا نطرح 3x من كلا الطرفين ونحصل على 2x زائد 15 يساوي، وهؤلاء يتم حذفهم، يساوي سالب 3، ومن ثم بإمكاننا أن نطرح 15 من كلا الطرفين ويتبقى لدينا 2x، هذا 2x يساوي هذا يساوي سالب 18. نقسم كلا الطرفين على 2، نقسم طرفي المعادلة على 2 ويتبقى لدينا x تساوي سالب 18 على 2 وهذا يساوي سالب 9، ونحصل على x تساوي سالب 9. وبالطبع سنقول حسنا، من الجيد أنه لم يساوي واحد من هذه الأشياء، فإن هذا يخلط الأمور. والآن دعونا نتأكد من أن x تساوي سالب 9 تحقق هذه المعادلة. دعونا نتأكد من أنها تحققها. إذن 5 على ناقص 9 ناقص 1 يساوي، دعونا نرى، 5 ناقص 9 ناقص 1 يساوي سالب 10، إنه يساوي 5 على سالب 10.
أي ما يساوي سالب 1/2. هذا عندما عوضت في الجانب الأيسر من المعادلة. الآن ماذا سيحدث عندما أعوضها في الجانب الأيمن من المعادلة؟ يصبح لدينا 3 على سالب 9 زائد 3 يساوي، هذا يساوي 3 على سالب 6، أي ما يساوي سالب 1/2. إذن الجانب الأيسر يساوي الجانب الأيمن عندما x تساوي سالب 9. وبنفس الدرجة لا يتوجب كتابة هذا الشرط هنا، لأن قيمة x الوحيدة التي تجعل هذا صحيحا هي x تساوي سالب 9. ذلك هو الشيء الوحيد الذي يمكن وضعه هنا ويحمل إشارة المساواة هذه.